بما اننا بنتكلم عن الرجاء، معايا واحد من اساطير نادي الرجاء ونجم كبير جدا في عالم الكرة القدم المغربية الحقيقة. يعني هو كان جيلي، كان بيلعب ايام ما انا كنت بلعب، وهو مساعد مدرب في نادي الرجاء دلوقتي، نجم الكبير كابتن هشام بوشروان. هشام بوشروان واحد من النجوم الكبيرة جدا في عالم كرة القدم المغربية والعربية الحقيقة، وموهبة كانت فذة جدا يعني. بسم الله ما شاء الله. أنا كان في المغرب كانوا طبيعية. احنا في المغرب كانوا ملقبينه بالحصان الابيض. الحصان الابيض. طب معانا الحصان الابيض كابتن هشام. ازيك كابتن هشام؟ السلام عليكم، تحية للإسلام وبدر بنون للناس المتابعين قناة الأهلي. هشام حبيبي، اهلا بك يا كابتن هشام. يعني اولا سعداء جدا بوجودك معانا، ويعني واحد من اللاعبين الطراز الفريد يا بدر كابتن هشام. ايوه طبعا، هو كلاعب، هو كلاعب كان كلاعب كبير، وبرضه لما اشتغلت معه انه كمدرب، لا انسان اخلاقه عاليه، وانسان اللي دائما بيديك نصايح، وانسان اللي متواضع كثير، رغم انه مع مشوار كبير ولعب فرق كبيره، بس بتلاقيه دائما متواضع معك. ولي الشرف انني في يوم من الايام اشتغلت مع هشام ابو سروان. يعني كابتن هشام كلام جميل جدا من بدر، ولكن هذه الحقيقه، العلاقه الطيبه تظل دائما موجوده. اكيد الحمد لله، يعني علاقتي مع اللاعبين كلهم في نادي الرجاء، اولا يعني مبروك للنادي الاهلي ومبروك لبدر بنون المرتبه الثالثه في كاس العالم للانديه. مستوى كبير ادوا نادي الاهلي. ما شاء الله عليهم، يعني لعبوا مباراه كبيره مع البايرن، الفريق الاحسن اوروبيا السنه هذه، ومرتبه ثالثه يعني ضد فريق بالميراس بطل كوبا سودا ماريكانا. فكل تاكيد فرضه كبير، مشكورين على ذلك. بدر بانون يعني قدم الواجب اللي عليه وكان ممتاز يعني التدخلات، وكذلك يعني قياده الدفاع نادي الاهلي. بالنسبه لي يعني صفقه رابحه بالنسبه للنادي الاهلي، اكيد بيعطي اضافه اكثر مع مرور المباريات، تاقلم بسرعه مع اللاعبين، وهذا معروف عليه بهدوء وبقياده الدفاع. بكل تاكيد اضافه كبيره للنادي الاهلي والكره المصريه. يعني كابتن هشام، لو تقول لنا برضو اهم مميزات بدر بنون. اهم مميزات الهدوء في الملعب، قياده الفريق، دائما هادئ يعني في جميع المباريات، ما يختارش يعني مباراه عاديه ومباراه يعني صعبه، كل مباريات عنده يعني زي بعض. بكل تاكيد كان اضافه كبيره لنادي الرجاء، وبالنسبه لي نعتبره يعني احسن مدافع يعني في السنوات الاخيره في المغرب. ما اخذش حظه يعني مع المنتخب الاول، لكن الاعوام اللي جايه ان شاء الله بيكون ممكن نشوفه قريب مع منتخب المغرب يا كابتن هشام. اكيد اكيد المباريات الجايه بيكون ان شاء الله مع المغرب، لانه يستحق ذلك. ويلعب في نادي كبير مثل الاهلي، فبكل تاكيد الانديه الكبيره دائما يعطونا لاعبين في المنتخب، فبكل تاكيد بدر نشوفه ان شاء الله في الايام المقبله مع المنتخب، ويستحق ذلك، لانه بصراحه يعني يقدم في مردود جيد مع نادي الاهلي. كذلك مع الرجاء السنه الماضيه يعني اشتغلنا مع بعض، يعني كان احترام متبادل، كان بالنسبه لي يعني اخ صغير بالنسبه لي، لعبنا مع بعض يعني في بعض المباريات. هذا فبكل تاكيد كانت علاقه جيده وتبقى دائما جيده، لانه اهم شيء في كره القدم هي العلاقات، لانه لو تكون عندك علاقات مع اللعيبه ومع الناس اللي اشتغلت معاهم قبل او اللي تشتغل معاهم حاليا، فبكل تاكيد هذه اضافه كمدرب، وكذلك بالنسبه لك كلاعب، لما تكون لاعب تلقى ناس تساعدك واللي تعطيك نصائح وتستفد منها، لانهم عندهم خبره قبل منك، فبكل تاكيد بتكون مردودك جيد في الملعب. يعني كلام مهم برضه يا بدر اللي بيقوله كابتن هشام. هشام
هشام شكرا، عندي مع مغربية اتكلم معها مغربية، اتكلم مع مغربية بس عشان الناس تفهم، انا احاول اترجم على قد ما اقدر. ترجم بضرب بنوني اتاقلم بسرعه مع المصريه خلاص. ايوه خلاص بقى مصري يعني. هشام خويا شكرا، شكرا لك بزاف اخويا على هذه الهضره الزوينه، وانا كما قلت لك اخويا لا 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 كده صعب 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 قوي. لا 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 طبعا تفضل براحتك. شكرا اخويا هشام بزاف على هذا الكلام الزوين ديالك اخويا، ويحسن لي الشرف كي قلت لك انني عرفتك قبل ما نلعب ولا من اللي لعبت ولا من اللي اشتغلت معك اخويا هشام، ولا كاع الدراري اللي كنا معك حنايا كنا كل تذكر غير بالخير. مبروك عليك بعد الماتش ديال الاسماعيلي، كنت باركت لك انه كان مدرب في ماتش الرجاء والاسماعيلي طبعا كان مدرب طبعا. مبروك عليك اخويا هشام، الله يسهل عليك في اللي جاي ان شاء الله، في شي مدرب كبير ان شاء الله اخويا. طب ننزل بالترجمه ولا نعمل ايه بقى عشان الناس؟ سهل سهل لو ركز شويه سهل. احنا عادي ما في شيء يعني. كده ما فيش حاجه يا كابتن هشام، الدنيا ماشيه كده شكل كويس يعني. تمام. طيب يعني اخيرا يا كابتن هشام، يعني النادي الاهلي الحمد لله وصل للمركز الثالث، اعتقد كعربي وكافريقي اعتقد ان ده بالنسبه لنا جميعا يشكل شيء جيد جدا. كنت اكيد مرتبة الثالث يعني مع فرق كبيره هذا شيء جيد، لكن ممكن الفرق العربيه ممكن تنافس اكثر طبعا، يعني لانه ممكن نحصل على نتائج اكبر من هذه صح؟ اي وخير دليل على ذلك الرجاء لما تنظم كأس العالم في المغرب، الرجاء لعب مباراة نهائية ممكن ايوه ممكن، لانه لا شيء مستحيل في كرة القدم، لكن بالعمل الجاد وبالإخلاص والتفاني فبكل تأكيد انا ممكن فريق ما عربي يفوز بكأس العالم أندية، لانه مش مستحيل، لان شفنا مباراة النهائي الأمس يعني كانت مباراة عادية، وكان ممكن فريق مكسيكي حصل على مفاجأة، لكن كما قلت لك هذه كرة القدم، لازم الفرق العربية تثق بنفسها وتشتغل بجد، ممكن يعني في يوم من الأيام نشوف فريق عربي يفوز بكأس العالم. كابتن هشام شرفتنا ونورتنا، أنا بشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن هشام بوشروان، واحد من الأجيال الجميلة جدا والكبيرة جدا في المغرب، والمدرب المساعد لنادي الرجاء.